نكمل الحين، نبي ناخذ مناسبة ثالثة وتصميم ثالث. أنا خذيت من التصاميم مثلا، نضغط على هوم. خذيت من التصاميم عندي الجرادويشن، وخذيت أيضا السكول. استخدمت بالجرادويشن اللي هي انفيتيشن الدعوة، دعوة التخرج، وخذيت بالسكول اللي على طريقة سلايدز شو، هي كانت عبارة عن سلايدات وصور تنعرض ورا بعض. فأبي أخذ مثلا مناسبة ثالثة من اللي عندي. فخل اختار مثلا من اللي فوق، حاط لهني send birthday wishes اللي هي التمنيات حق عيد ميلاد. هني choose your format اللي انا ابي، مثلا slide show or college or invitation or greeting. وهني حاط لي most popular designs اللي هي اكثر استخدام، اكثر ديزاينات يستخدمونها اللي بهالبرنامج، اللي مسجلين بهالبرنامج. فعندي مثلا birthday greetings, birthday invitation, anytime slide show, anytime colleges, birthday colleges, wedding invitation. فمثلا اختار من هني college اللي هي الكتالوج. فراح يطلعوا لي هني كل المناسبات اللي فيها كتالوج. مثلا انا قلت كتالوج، راح يطلعوا لي هني المناسبات. فمثلا باخذ birthday، فطلعوا لي هني كل الكتالوجات اللي انا اقدر استخدمهم. فهذول الديزاينات. اللي عندي نختار واحدة منهم. مثلا اختار برايت كولرز كوليك اللي هي الوان فاقعة. راح اضغط وراح يطلع لي هني شنو التصميم راح يكون. باستورة. فمثلا عجبني انا الحين، راح اضغط على personalize وانطره يتحمل. فطلع لي بهالصورة. هني راح احط صورة، وهني صورة، وهني صورة، وهني حاط لي ال happy birthday. اكثر من هني اغير الالوان، حاط لي هني الوان الوردي، البنفسجي، الاحمر، الازرق، الاخضر، وهني الازرق اكثر شيء يكون. فاختار اللي انا ابي. وهني اقدر ان اغير الكلام، فحاط لي may this be your sweet birthday yet, wishing you smiles and cupcakes bye. فهني حاط ان بواسطة، فراح امسح الاسم، فراح احط اسمي مثلا باي مريم، الأنسي، واختار اللون. اشوف ان والخط هني، اشوف اللون المناسب اكثر شيء. فعقب ما اخترت الكلام اللي انا ابي او الالوان اللي انا ابيها، فراح
راح أضغط بعدين على Get Photos and Videos، أقدر أضيف فيديوهات أو أصور. فهاتلي From My Computer، راح أخذ الصور اللي أنا أبيها. خل أحاول أخذ فيديو، خل نشوف إذا يصير شلون. خذيت فيديو حق الجلفش، فقاعد يتحمل عندي الفيديو. اللي لاحظته الحين لما أنا حاولت أن أنزل الفيديو عندي فأبي ينعرض هني، لقيت أنه علق لي البرنامج، فخل أحاول مرة ثانية فيطلع لي بهالنافذة. يعني ما راح أقدر أحطه، هذه سلبية من سلبيات البرنامج أتوقع. فعندي الصور أوكي، هني عندي هابي نيو يير، فأنا راح أخذ عن البيرثداي. مو نيو يير، فأخذ الصور، أحدد الصور اللي أبيها اللي تختص بهالمناسبة، وأمسح اللي ما أبيهم. في البداية راح أسحب الصورة الرئيسية اللي أبيها أنا هني مثلا، وأقدر أزوم أكبر وأصغر. هني عندي الصورة مثلا، فالحين أبي مثلا أختار الميوزك حق العيد ميلاد. هني نو ميوزك، أشوف الثانية، فمثلا خلينا نختار البارتي. حاطلة هني choose your layout اللي هي الطبقات. حاطلة هني 3 photos. أنا أختار كم فوتو أبي بهال البطاقة. هني حاطلة 6 photos, 4 photos, 3 photos, 2 photos، فراح أخذ 6. أنا حطيت 3، أكمل أحط اللي أبي. وبال هني أحط الزوم، زوم إن أو زوم أوت على حسب اللي أنا أبي. فالحين عقب ما خلصت التصميم راح أضغط على بريفيو عشان أشوف شلون راح يطلع لي. طيب شوف الكلام هنا من اسمي، كل الصور أقدر أسوي عليهم زوم. أنا
الحين مثلا إذا ما عجبني شيء أو بعدل عليه أو بس مثلا بغير الموسيقى، راح أضغط على step 2 مثل ما قلنا مساء، اللي هي كلمة personalize، أو إذا عجبني راح أضغط على share print or DVD، نضغط على share digitally، هني email your creation مثلا بدلتها عبر الإيميل، أضغط على send. فخلا أشوف مثلا إذا دزيتها حق إيميلي أشوف راح توصل ولا لا. فنكمل نضغط على continue. فحاط هني كلاب سمايل بوكس اللي هو نادي السمايل بوكس اللي أنا أشتري، أو هني فري، راح أضغط على فري وبعدين عقب send وانتظر على ما يوصل. فطلع لي كذي your creation was sent. فعشان اتأكد راح ادش ايميلي واشوف اذا اندست صج ولا لا. فاسوي ريفرش، الاحظ ان اندز لي هني كاتب لي مريم وهني happy birthday اللي انا مثل ما كتبته اسم العنوان راح اضله. وهذا هو الديزاين واصل لي مثل ما انا ابي الوصول ابي. لما ابي بطله اضغط على play، ارد حق البرنامج. باختصار برنامج وايد حلو وسهل، ينفعني حق مثلا إذا كنت معلمة أبي أرسل دعوات، مثلا إذا كنت طالبة حق زميلاتي حق غيره. هو سهل ومفيد، بس عنده عيبين اللي هو إنه ما في لغة عربية بس لغة إنجليزية. الشيء الثاني إنه هو حاط لي إن أقدر أستخدم أصور وفيديوهات حق الديزاين، التصميم نفسه يعني. فأنا لما جربت الفيديو حاولت أن أحط فيديو بالتصميم، علق لي البرنامج، اضطريت أن أطفي وشغله. فهذه سلبية، وسلبية الثانية قلت أنه ما في لغة عربية. وإذا حابين تستفيدون أكثر من هالبرنامج أو تعرفون عنه أكثر، قلنا أول شيء نضغط على help إذا عندي مثلا مو عارفه شلون استخدمه او عندي مشكله فيه. شيء على جوجل، اروح اليوتيوب، اضغط بالسيرش اسم البرنامج سمايل بوكس توتوريال، فراح يطلعوا لي هني فيديوهات اكيد راح تفيدني اذا بتعلم اكثر. وفي هم توتوريالات ثانية إذا ما فهمت على هذا التوتوريال. والبرنامج يعني جدا سهل، وأتمنى أن نشرح إن شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة، لأنه هو ما في شيء جدا سهل. ورد نكرر حق الصفحة الرئيسية للبرنامج اللي هي smilebox.com، وهني عندي مثل ما قلنا المناسبات مثل الجريتينج، واشوف فيديو عليه مثلا باي مناسبة اقدر استخدمه، او اذا مو عارف استخدمه لاي مناسبة فاني حاط لي فيديوهات. وشوف
وشكرا.